الخامه اللي بنشتغل بيها هم عودين اتنين شبه، يعني فيهم شبه كبير قوي من عود السي، واحد اسمه خشن واحد اسمه ناعم. العود الناعم اللي انا هوريه لك دلوقتي هو اللي بيركب على الجوانب فقط. يعني ايه على الجوانب؟ يعني بيركب على الارض، بيركب على الجنب، بيركب على الجنب التاني، بيركب على السقف. ده اللي بيتعمل بيه البرواز الاساسي. والعود الخشن هو اللي بيقف مثلا في النص زي قوايم واقفه في النص. هوريك الاثنين وتشوف الفرق ما بينهم. وده شكل عواد السي اللي احنا بنشتغل بيها في الحوائط، اللي هي الكبيره اللي احنا بنقول عليه خشن وبنقول عليه ناعم. في منهم 5 سنتي، في منهم 7 سنتي، في منهم 10 سنتي. هم عبارة عن عود سي، بس كل الحكاية ان هم اكبر في الحجم. العود الخشن بيكون الحرف بتاعه متني من اليمين ومن الشمال، وبتكون الشفة بتاعته او الحرف بتاعه بيكون كبير شوية، تقريبا 4 سنتي. العود الناعم بيكون الحرف بتاعه مفرود، مفيش فيه تانية ولا من اليمين ولا من الشمال، الجنبين الاتنين بيكونوا مفرودين. العود الناعم بيركب جواه اي حاجة، يعني ينفع يركب جواه عود ناعم وينفع يركب جواه عود خشن. انما العود الخشن ما ينفعش يركب جواه اي حاجة، لان ليه حرف كبير متني من اليمين ومن الشمال، فالمساحة من الداخل بتكون ضيقة شوية. سواء عود ناعم او حتى عود خشن زيه ما ينفعش يركب جواه. بالنسبة لشغل الحوائط، انت بتجيب العودين الاتنين يكونوا نفس المقاس. يعني انت عاوز تعمل حيطة مثلا تخانتها 7 سنتي، يبقى في الحالة دي هتجيب العواد بتاعتك التخانة بتاعتهم 5 سنتي، يعني المقاس بتاعهم بيكون 5 سنتي. عشان لما تركب العود على الحيطة وتبدأ تركب اللوح الجبس من اليمين ومن الشمال 5 سنتي، واللوحين الاتنين تخانتهم تقريبا 2 سنتي ونص، يعني كده 7 سنتي ونص تخانة الحيطة بتاعتك. طيب لو انت عاوز الحيطة بتاعتك تكون 10 سنتي، ففي الحالة دي بتجيب نفس العود ده اللي هو 7 سنتي. ليه 7؟ عشان لما تجلد جبس من اليمين ومن الشمال الحيطة في الاخر تديك 9 سنتي ونص، يعني 10 سنتي تقريبا. انا بالنسبة لي النهاردة هشتغل بال 7 سنتي اللي هو مقاسه 7 سنتي. طبعا زي ما قلت لك كل اللي انت بتحتاجه هم العودين الاتنين، الخشن والناعم. ده في شغل الحوائط. تبدأ تشوف انت عاوز تبعد عن الحيطة قد ايه. انا بالنسبة لي بعمل حيطة على حيطة. في ناس بتعمل حيطة في النص، يعني بيعمل زي قطوع في النص. بتشوف الحيطة بتاعتك عاوز تعملها منين، بتاخد مقاس وبتحدد وبتحط الميزان بتاعك وبتفتح عدسة الشرب بحيث يديك 4 خطوط على الاربع جوانب، وبتبدأ تركب العود الناعم على الاربع تجناب، على الارض، على الحيطة من اليمين، على الحيطة من الشمال، فوق في السقف. انا بالنسبة لي انا هعمل حيطة على حيطة، ومش شرط تكون موزونة، لان زي ما قلت لك ده جنب اختبارات، بعمل الفكرة وخلاص بفك الحاجة دي تاني. فانا بالنسبة لي مش هستخدم الميزان. بتقيس بالمتر بتاعك الجنب بالعرض كده، وبتجيب العود الناعم بتقطعه على نفس المقاس، وتبدأ تحط العود في الأرض وتثبته بالهيلت. بتركب العود بتاعك في الأرض زي كده عادي، وتبدأ تثبته بالمسامير والفشر. أبدأ أقيس الجنب الطولي وأركب العود بتاعه عادي. بتجيب العود بتاعك وتبدأ تركبه بالجنب كده عادي، وبتلف العود بحيث يركب بالشكل ده، وبتثبت الاتنين في بعض بمسمار، وتبدأ تثبت العود بتاعك في الحيطة بمسامير وفشر عادي خالص. كده احنا خلصنا البرواز بتاعنا. هنبدأ دلوقتي نجيب العود الخشن ونبدأ نوقفه ونثبته مسمار تحت ومسمار فوق. انا بالنسبة لي العود الخشن بحط العود على كل 60 سنتي. طبعا انت تقدر تعمل اللي انت عاوزه، كل 60، كل 70، كل 80، براحتك. كده احنا ركبنا كل عواد الخشن اللي بالطول بالمكيتة بتاعتك والمسامير، وبتربط العود الخشن اللي واقف في العود الناعم اللي في الأرض. بص
بص يا فنان، في حاجة دلوقتي انا يهمني جدا ان انت تفهمها. العود الخشن بيكون الحرف بتاعه متني للداخل زي كده، والجنب التاني الحرف بتاعه بيكون متني للداخل زي كده. لو جبت قطعة تانية من العود الخشن وحبيت تركبها جوه العود الخشن زي كده، فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الجنب بيتفتح. طب الجنب اتفتح ليه؟ لان زي ما قلت لك بيكون الحرف بتاعه بيكون متني للداخل من اليمين ومن الشمال، فالفراغ من جوه بيكون اضيق في المساحة. فما ينفعش العود الخشن يتحط جواه اي حاجة، سواء العود الناعم او الخشن. يعني دي قطعة من العود الخشن، لو جيت اجيب قطعة من العود الناعم واركبها جواها برضو ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لانها بتفتح الجنب، فلما الجنب بيفتح الجنب مش هيكون عدل. غير ان الفرق هنا بيكون كبير، يعني لما تيجي تقفل اللوح وتيجي تربط اللوح هيضم على المنطقة دي، لكن عند المنطقة دي هيبقى طالع ونازل، فالحيطة بتاعتك مش هتكون عدلة. انما عود السي اللي بيتقال عليه ناعم الحرف بتاعه بيكون مفرود، يعني ما بيكونش متني للداخل. فلما بتجيب العود الخشن تركبه جوه الناعم بيركب معاك بكل سهولة زي كده، والجنب ما بيفتحش. يعني العود الخشن لما تيجي تركبه جوه الناعم الجنب ما بيفتحش، يبقى مقفول عادي. ليه؟ لان عود السي الناعم الحرف بتاعه مش متني، وبيكون الفرق قليل جدا، يعني يعتبر ما فيش فرق، بيكون الفرق قليل. فلما بتركب اللوح وتبدأ تربط الفرق ده ما بيعملش اي مشكلة لان هو قليل جدا. ليه العود الخشن هو اللي بيركب واقف؟ لان العود الخشن بيكون اقوى شوية، وفي نفس الوقت العود الخشن بيكون معمول لك في فتحات زي كده عشان تقدر تتني حتة الصاج دي كده عشان تعدي منها اي حاجة تخص شغل الكهرباء كده، تقدر ان انت تتنيهم كده وتبقى الفتحة معاك جاهزة ان انت تعدي اي خراطيم كهرباء، تعدي اي حاجة. فاحنا اتفقنا ان العود الخشن هو اللي بيركب واقف او اواين في النص، وبما انه ركب واقف او اواين في النص فما ينفعش ان انت تركب اي حاجة بالعرض. يعني مثلا بين العود والعود عاوز تركب حاجة بالعرض تخش جوه، لا ما ينفعش. ليه؟ لان الشفة بتاعته تخينة زي ما قلت لك، لو جبت اي حاجة تركبها بالعرض بتخلي الجنب بتاعك يفتح، والجنب لو فتح هيبقى الجنب مش عدل. فانا محتاج الجنب ده يكون قوي شوية، فهركب عواد اوميجا بالعرض من اول السقف لحد فوق. كده الجنب بتاعنا بقى جامد جدا. طبعا في الاساس انا مش لازم احط اوميجا، هو كفاية الاوايم الواقفة، وابدأ اجلد الجبس. لما بتجلد الواح الجبس وتتربط كلها الجنب بيبقى جامد، يعني انت مش في حاجة لان انت تحط اوميجا. بس انا بالنسبة لي انا بعمل حاجة معينة عشان تناسب الحاجة التانية اللي انا عايزها، وابدأ اجلد الجنب بتاعي واثبت تثبيتي كله هيكون في كل عواد الاوميجا اللي ماشية بالعرض. يعني الاوايم دي انا مش هثبت فيها حاجة، كل التربيط بتاعي هيبقى في الاوميجا فقط لا غير. وابدأ ان انا اجلد او اغطي الجنب بتاعي. وده شباب كان فيديو بسيط لطريقة عمل الحوائط الجبس. زي ما قلت لك العود السي الناعم هو اللي بيركب بيتعمل بيه البرواز الخارجي، والعود الخشن هو اللي بيقف بالطول، وبيكون المسافة بين كل عود وعود الطبيعي ان هو ما يزيدش عن 60 سنتي. لما بتبدأ تركب الالواح وتثبت اللوح بتاعك بالمسامير في كل العواد اللي واقفة واللي في الارض واللي في السقف واللي على الحيطان، بتلاقي الجنب بتاعك مسك وبقى قوي جدا. ومفيش داعي طبعا ان انت تركب عود اوميجا، انا مركب عواد اوميجا لهدف معين لي انا عايزه. بس ده كان عبارة عن فيديو سريع كده بديك فكرة عن الحوائط الجبس بتتعمل ازاي. طبعا